على المستوى الوظيفي. بس دكتور معلش اسمح لي الآن، الواقع عمليا مختلف تماما عن الموجود في الورقة. يعني في شخص ليس في كل شيء يعني لا يعني صدق يعني أنه الواقع العملي صعب. وأشوف أنا دائما أنه كل الرسائل إلى الموظف أو إلى، طيب وين الرسائل إلى الشركة، إلى المنشأة، إلى أقصد، يجب أن مثل ما هناك رسائل كبيرة وكثيرة إلى العنصر البشري، كذلك مفروض أنه يكون فيه هناك يعني ما دور، خليني أعيد السؤال، ما دور الكيان في الحفاظ على الموظفين الجدد؟ صحيح، هذه نقطة مهمة لابد من مراعاة مشاعر الموظفين وإعطاؤه المردود المالي اللي يتناسب مع المهام اليومية التي يقوم بها، ومراعاة ظروفه والوقت الذي يقضيه في العمل مع ظروفه الأسرية. في بعض الجهات لا تراعي يعني الجوانب العاطفية لدى الموظف فقط في العمل، ولا تعطيه المردود المالي، خلنا صريحين وشفافين مع بعض. نعم صحيح تفضل. ولا تعطيه المردود المالي يتناسب مع مجهوده اللي يقوم به بصفة يومية، أو بالمجهودات الإضافية اللي يقوم فيها كأوفر تايم أو دوام جزئي. طيب في 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 هذا في في هذا الوضع، ماذا يعني ماذا على الموظف أن يفعل إذا كان يقدم مجهودات إضافية ولكن بيئة العمل ليست مناسبة؟ هل أنت مع نظرية اللي يقول استمر وربما أنها تزين الحال، أو مع اللي